ترأس سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وفد مملكة البحرين في افتتاح أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي شهد حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعلى هامش الاجتماع أكد المهندس الحمر أن انعقاد مثل تلك المنتديات رفيعة المستوى تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها تمثل فرصة لاستعراض تقارير الدول الأعضاء التي تتناول إجراءاتها وجهودها لتنفيذ الأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدا حرص البحرين على تنفيذ تلك الأهداف من خلال ربطها ببرنامج الحكومة، مضيفا الوزير أن البحرين أولت اهتماما كبيرا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف الحيوية منها التي تعد ركائز التنمية في معظم الدول، والتي تتناول القطاعات الاقتصادية والسياسية والتعليمية ومجالات البيئة وتطوير سوق العمل، مشيرا إلى أن البحرين تمكنت من قطع خطوات كبيرة على صعيد تنفيذ تلك الأهداف.